حلو قوي صح؟ سمعتوا الكلمات الحلوة والموسيقى الحلوة والفيلم الحلو. أنا من هنا ومن هذا المنبر بحيي كل القائمين على هذا العمل الأكثر من رائع، وأتمنى بقى أن نشوف ممر تاني وصلنا الحرب 73، عشان الموضوع ده إحنا محتاجينه قوي. أنا كأب محتاجه لولادي، أنا محتاج ولادي يتفرجوا على حاجة زي دي، حاجة تعرفهم تاريخ بلدهم، لأن للأسف مش عارفين هم حاجة غير التليفونات اللي هم ماسكينها. أنا نفسي في هذه النوعية من الإعلام، هذه النوعية من الأفلام توعي ولادنا وتوعي شبابنا. محتاجين نكون بجد إيد واحدة، محتاجين نعي المخاطر اللي حوالينا. يعني إحنا عندنا مخاطر كتير جدا، وقولوا لي كده مين يسد فيها ومين اللي وصلنا ليها. أنا مش عايز أفتح موضوع سد النهضة ونفتكر مع بعض الاجتماع السري اللي طبعا ما كانش سري، وطريقة التفكير. يعني نفتكر كده مع بعض الناس دي كانت بتسوق الدولة ازاي وبتفكر في الحلول ازاي. يعني يا جماعة اليوتيوب موجود، وذاكرة العالم دلوقتي بقت إلكترونية. افتكروا كده وارجعوا بالأحداث، ونرفع ايدينا للسماء والمية تزيد ومفيش مشكلة، والمية هتزيد ان شاء الله، واحنا نطلع طيارات ونسرب اخبار ونبعت لهم ابو تريكة وحاجات كده. يعني حلول غريبة وعجيبة، ونحمد ربنا احنا في موقف محتاجين نلتفت فيه حوالين القيادة السياسية. برضو انا عايز اتكلم على موضوع الاعلام برضو تاني في موضوع سد النهضة. بعد ما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طلع تويتة وقال ان يعني الحوار مع اثيوبيا وصل لطريق مسدود، يعني ليه الاعلام على طول صدر لنا الصوره بتاعه ان احنا ايه يعني لازم نعمل تحرك عسكري بكره؟ يعني انا مش فاهم، هو يا جماعه مش في تدرج؟ يعني الناس الاول ابتدت بالمفاوضات ما نفعتش، بعد كده في حاجه اسمها مربع جديد في الدبلوماسيه اسمه الوساطه الدوليه، بنشوف الوساطه توصلنا لحد فين، بعد كده في خطوه ثالثه ورابعه، في تصعيدات. احنا يعني ليه الاعلام بيلعب بدماغنا كده؟ يعني او ليه مش قادر يسيطر على وعي المصريين؟ احنا ليه مودين الدنيا في الحته دي؟ مين قال ان ده مصر هي رئيسة الاتحاد الافريقي؟ مصر هي قائد الاتحاد الافريقي. يعني فكر الحروب وده واستخدام القوة العسكرية دي دي دي, دي قرارات دولة يا جماعة، عيب لما نتكلم فيها احنا كمواطنين، وعيب لما الاعلام يتكلم فيها ويفتي. يعني بلاش فتوى، سيبوا الامر لاهل الامر. في تدرج في يعني العمليات بتطلع واحده واحده، مفيش حد كل ما بيطلع له مسمار قد كده بيجيب له مطرقه وينزل عليها، ده مش منطق. يعني انا عايز الاعلام يهدي الناس ويفهمهم المواضيع على قد ما اسهل حقيقي، بلاش فتي وبلاش تجويد ارجوكم. اعزائنا المشاهدين بنرجع لحضراتكم مع فقرتنا الاخباريه، معانا كم خبر كده مهمين هنتكلم فيهم. اول خبر معانا، السيسي نتطلع لتحويل مصر لمركز اقليمي للتنميه الزراعيه، ونشوف مع بعض تفاصيل هذا الخبر. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس جيلبرت أنجوبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفاد، وذلك بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن تقدير مصر للدعم الذي يقدمه الصندوق للمشروعات التنموية في مصر على مدار العقود الأخيرة، باعتبار الصندوق شريكا استراتيجيا هاما يساعد الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التي تتعلق بالقضاء على الفقر في المجتمعات الريفية وتحسين المستوى المعيشي للأسر بالمناطق النائية. كما رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مقر الصندوق في مصر، مؤكدا تطلع مصر للعمل مع الصندوق من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإدارة الأعمال الخاصة بالتنمية الزراعية في المنطقة. ومن جانبه أعرب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن سعادته بالتقاء بالسيد الرئيس، مؤكدا تطلعه إلى مواصلة وتعزيز الشراكة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتعظيم المساهمة في دعم المشروعات الزراعية في مصر، نظرا لدورها في توفير فرص عمل للشباب والمرأة، وخاصة في المناطق الريفية الأكثر احتياجا. معنا خبر كمان أعزائي المشاهدين له علاقة بالطاقة الكهربائية. السيسي يوجه بالانتهاء السريع من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الخصوص، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، لا سيما محافظات الصعيد والمناطق النائية، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوى في تلبية احتياجات مصر التنموية وتوفير الطاقة للأجيال القادمة وتنوع مصادرها. وطبعا احنا لازم نشعر بالفخر للطفرة الكبيرة جدا في مجال الكهرباء تحديدا، اللي هي مأمنانا كمان يعني
مأمنانا حبة قدام كمان، حتى بالزيادة السكانية، حتى بتوقعاتنا بزيادة أعداد المصانع. لا الحمد لله إحنا الملف ده يعني يعتبر انتهينا منه، لأن أي ملف بتعمله صح من الأول بتاخد نتيجة كويسة في الآخر. بنتعب شوية يمكن وإحنا بنصلح، بنتعب شوية وإحنا بنعمل البنية التحتية بتاعته، بس لما بنعمله صح بنرتاح. زي كده طريق مصر اسكندرية، زي طريق الصعيد الحر، زي الطريق الزراعي الجديد، زي محور رود الفرج، زي محور الضبعة، زي محور المشير، زي الحاجات اللي إحنا بنشوفها بنحس كده من جوان إن الحاجة دي اتعملت صح، واللي بتعمل صح بيقعد معانا. ممكن يبقى غالي شوية بس بيقعد معانا. فكروا بالأسلوب ده لما تكونوا يعني بتبنوا بلد. آخر خبر معانا أعزائي المشاهدين، لجان تقصي لتتبع مرض أنفلونزا الطيور قبل موسم الشتاء، وده هيكون آخر أخبارنا نشوف تفاصيله معاكم. بدأت الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة تكثيف لجان التقصي النشط لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة أنفلونزا الطيور مع قدوم فصل الشتاء، خاصة أن المرض ينتشر وينشط في فصل الشتاء. من خلال السيطرة على المرض ومن خلال إجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم في جميع محافظات الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور. دي كانت أخبارنا النهاردة أعزائي المشاهدين. نشوف مع بعض بقى يعني أهم الفقرات الحوارية. هيكون معنا فقرة عن النهوض بمحصول البصل، هيكون ضيفنا فيها الباشمهندس مجدي فهمي الباحث في مجال العلوم الزراعية. كمان مصر نسيج واحد والترابط بين جناحي الأمة المسلمين والأقباط في هذا الوطن الغالي، هيكون ضيفنا فيها القس جرجس معوض رئيس الطائفة طائفة النعمة الرسولية، بالإضافة إلى فقرة خاصة جدا عن التكنولوجيا الحيوية واستخداماتها في الغذاء، وهيكون ضيفنا فيها دكتور سمير المرغني أستاذ الميكروبولوجي والغذاء بكلية الزراعة جامعة الزقازيق. وقبل هذه الفقرات الحوارية وقبل الفاصل هيكون معنا تقرير خاص جدا عن منافذ وزارة الزراعة ودورها الكبير جدا في توفير كم كبير من المنتجات الزراعية أو المنتجات الغذائية تحديدا بأسعار جيدة وجودة مرتفعة. نشوف هذا التقرير ونبتدي معاكم أول فقراتنا الحوارية، تابعونا. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لا تدخر جهدا في توفير السلع الغذائية عبر منافذها بجودة عالية وأسعار في متناول الجميع. الأسعار اللي موجودة دي أقل من السوق، أقل من اللي في الشارع. الكيلو بيتباع برا عند بعض الجزارين ب100 و110، هنا موجود في المنفذ ب90 جنيه. برضو أسعار الأسماك الكيلو بيتراوح من 30 جنيه، وفي 35 جنيه. طبعا أسماك طازة لسه موجودة صاحية. كل الحاجات دي بتتعمل لخدمة المواطن من حيث سيادة الرئيس، وبنقول له ربنا معاك وكمل، وجميع أجهزة الدولة خلفك يا سيادة الرئيس، وبالتوفيق إن شاء الله. توجيهات الرأي العام وتوجيهات سيادة الرئيس بالوقوف جنب المواطن واللي بتدعمه وبتنفذه وزارة الزراعة من خلال منافذها في كل مكان، طبعا دي حاجة محترمة إن إحنا كلنا بنقف جنب المواطن في جميع مراحله، إذا كان في السلع اللي بيشتريها، إذا كان في المهام اللي طالبها مننا، أعمال طالبها مننا، إحنا بنقفين جنبه، وكل ده في النهاية تبقى لتوجيهات سيادة الرئيس، توجيهات القيادة السياسية لصالح المواطن اللي إحنا كلنا بنسعى لتلبية رغباته في كل شيء. هي الوزارة بتقدم حاجات كتير جدا، أولها طبعا على القائمة الرئيسية العسل وزيت الزيتون، سمنة البلدي وجودتها، وجنين القمح والشوفان ولحوم في دواجن كلها بأنواع جميع أنواعها، أسماك عندنا كمان أسماك فريش بتيجي من حلايب وشلاتين تبع مشروع أبو رماد، وعندنا كل حاجة بجودتها العالية جميلة جدا وكل حاجة كويسة، بحيث أن هي تخرج للمستهلك بجودة عالية وسعر التكلفة. المواطنون يقبلون لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية عبر منافذ وزارة الزراعة بسبب جودة منتجاتها وأسعارها التي تنافس الأسواق المصرية. مية حلوة مش وحش، مية حلوة، وكل ما يرخصنا حاجة كل ما تبقى حاجة حلوة. بنحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي قام بالمبادرة بتاع المنتجات الرخيصة دي من أجل الشعب، ومن أجل أن الشعب كله يلاقي حاجات رخيصة أرخص من بره.
فنتمنى دايما ان في يكون في منافس كتيره بنفس الوضع دوت. وزاره الزراعه توفر منافذ لبيع السلع الغذائيه في جميع المحافظات لتيسير عمليه بيع وشراء المنتجات الغذائيه على المواطنين. النهارده فتحنا 3 منافذ وان شاء الله هنشوف الاقبال ايه، وعندهم كذا في كل مدينه، فابو غالب ووردان والقطه في منافذ هناك، هنبتدي نفتح واحد واحد ان شاء الله على حسب الاماكن اللي محتاجه منتجات الغذائيه واللحوم، وبنحاول نوفر الحاجات دي باسعار كويسه وبجوده كويسه.